السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي كيمياء للصف الثاني المتوسط، عندي الفصل الخامس الحوامض والقواعد، صفحة 71. ما الحوامض؟ المنهج الجديد. الحوامض هي مركبات كيميائية تنتشر في من حولنا بكثرة، سواء طبيعية موجودة في الطعام والشراب أو مركبات تحضر صناعيا تستعمل في حياتنا. هذا نقول تعريف الحوامض. فكر في المشروبات مثل عصير الليمون أو عصير البرتقال والمذاق الذي حصلت عليه عندما تحتسي أي من هذه المشروبات، أو عندما تتذوق الخل يكون طعمه حامضيا لاذعيا نتيجة الطبيعة الحامضية لهذه المواد. ترتبط الحوامض ارتباطا مباشرا بحياتنا اليومية. مثلا عندنا الخل يحتوي على حامض لاستيك الخليج، وعصير الليمون يحتوي على حامض الستريك. أما المعدة فتفرز حامض الهيدروكلوريك لهضم الطعام، وفيتامين سي حامض الإسكوربيك الذي يساعدنا على مقاومة أمراض البرد، وحامض الكبريتيك المستعمل في بطاريات السيارات، كما كلها حوامض تستعملها في حياتنا. يقول لك ما هي الحوامض تعددها والمن يستعمل. جاءت كلمة حامض من المصطلح اللاتيني الذي استعمل أول مرة في القرن السابع عشر بواسطة العالم روبرت بويل، إذ أطلق مصطلح حامض على المادة التي طعمها حامض. يجي هنا سؤال يقول لك ما هو العالم أو المصطلح الذي استعمل أو الذي أطلق حامض على المادة اللي طعمها حامض؟ من هو؟ نقول اللاتيني، المصطلح اللاتيني في القرن السابع عشر هو العالم روبرت بويل. يجي على صفحة 72. يقول لك تغير ورقة زهرة الشمس من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر وتسبب تآكل المعادن. بعدها جاء العالم السويدي أرينيوس في أواخر القرن التاسع عشر ونجح في توصيف الحوامض وشرح سلوكها على أساس تركيبها الكيميائي. اقترح انه ان عند ذوبان المركبات في الماء تتفكك العديد من الجزيئات مكونة الأيونات. هذا يجي فراغات، هذا نقول فراغات. هذه الأيونات تحدد فيما كان إذا المركب يسلك سلوكا حامضيا وسلوكا قاعديا. هذه الأيونات من خصائص في الحوامض مركبات تتعين عند ذابتها في الماء مكونة فراغ. أيون الهيدروجين الموجب، البروتون يظهر في الصفة الحامضية للمحلول، وأيون آخر سالب يختلف باختلاف الحوامض. هنا عندنا هذه ذرة الهيدروجين، تحتوي ذرة الهيدروجين في غلافها الخارجي على الكترون واحد. عند فقدان هذه الالكترونات تكون الهيدروجين الموجب يطلق عليها بروتون، بسبب ان ايون الهيدروجين الموجب المتكون يحتوي بروتون واحد فقط البي الموجب. صيغة الحامض HX يتركب من ايون الهيدروجين الموجب H وايون سالب X الذي يتكون من ذرة لافلس منفردة ومجموعة من ذرات العناصر. أنواع الحوامض عندنا، عند بحثك في المصادر ومن خلال شبكة المعلومات الإلكترونية ستجد أن هناك العديد من الحوامض تختلف في عدد آيونات الهيدروجين تشترك في تركيبها. فتقسم الحوامض نسبة إلى عدد الآيونات الهيدروجينية H، عدد البروتونات المتولدة من تأينها في الماء. عندنا أولا حامض أحادي البروتون، حامض ثنائي البروتون، حامض ثلاثي البروتون. أحادي البروتون وهو الحامض الذي يولد بروتون واحد عند تأين جزيء واحد منه في الماء، مثل حامض الهيدروكلوريك. يقول لك تعريف حامض أحادي البروتون. نجي على تعريف حامض ثاني البروتون، أقول له وهو الحامض الذي يولد بروتون عند تأين جزيء واحد منه في الماء، مثل حامض الكبريتيك HT2SO4. H2SO4 يطلع لنا H زائد CSO4. حامض ثلاثي البروتون وهو الحامض الذي يولد ثلاثة بروتونات عند تأين جزيء واحد منه في الماء، مثل حامض الفسفوريك H3BO4. طبعا المعادلات وياهن.
تسمية الحوامض. عند إذابة غاز كلوريد الهيدروجين في الماء نحصل على حامض صيغة HCl. كيف تسمى هذا الحامض؟ لتتعرف إلى تسمية الحوامض عليك معرفة تركيبها الكيميائي. مثلا عندنا الحوامض تختلف في تسميتها وتكون على نوعين، النوع الأول حامض ثنائية، أو هذا النوع الثاني الحوامض الأكسجينية. الحوامض الثنائية يشترك في تركيبها عنصران هيدروجين ولافلز، يعني عنصر لافلزي، وهي حوامض لا أكسجينية لا تحتوي على أكسجين. عندنا حامض زائد لفظة هيدرو اسم اللافلز إيك، هذا حامض لفظة هيدرو حامض الهيدروكلوريك HCl، Cl كلور عنصر لافلز. حامض لفظة الهيدرو بروم إيك حامض الهيدرو بروميك HBr، Br البروم عنصر لافلز. أما النوع الثاني الحوامض الأكسجينية تشترك في تركيبها عنصر الهيدروجين واللافلز وعنصر الأكسجين، وتكون على أنواع، تكون هذه على أنواع. ما هذه الأنواع؟ عندنا نوعين، الحوامض تحتوي على كمية أقل من الأكسجين تتبع في تسمية القاعدة، هذا حامض الكبريتوز H2SO4 والنتروز HNO2 النترو دلالة على النيتروجين يعني. الحوامض تحتوي على كمية كافية من الأكسجين تتبع القاعدة حامض زائد اسم لافلز زائد المقطع يك، حامض الكبريتيك حامض الكبريتيك H2SO4، حامض النتريك نتريك HNO3، حامض الفسفوريك يك حامض الفسفوريك H3BO4. خلينا نشرح لكم هذا المثال. يلا ماما، يقول لك حامض، يقول لك من الأسماء التالية اكتب الصيغ الكيميائية، صيغ حامض الهيدرو يوديك، حامض الهيدرو يوديك نقول حامض زائد هيدرو المقطع زائد يود زائد يك اللي هي HI يساوي إن H موجب واحد زائد I سالب واحد، هذه I. هسا ناخذ حامض الهيدرو فلوريك يساوي إن حامض زائد هيدرو زائد فلور زائد يك، شو نقول؟ HF يساوي إن H موجب واحد زائد F اللي هو سالب واحد. هسا نقول حامض الكبريتيك يساوي حامض زائد الكبريت زائد يك، شو يطلع لنا؟ H2SO4 يساوي إن H موجب واحد زائد SO4 سالب اثنين. وآخر حامض هو حامض الفسفوريك، حامض الفسفوريك يساوي حامض زائد الفسفوريك زائد يك، شي ينتج لنا H3BO4 يساوي لنا H موجب واحد زائد BO4 سالب ثلاثة.